الضعف بالقانون، لأنه يعرفون القانون ما يطبق عليهم، يطبق أفضل ضعف بتطبيق القانون. نعم ضعف بتطبيق القانون، إنه ما يطبق عليهم. هم منو؟ أنا تابع لفلان جهة، أحد يقدر يندق بيه؟ أنا وراي فلان، أنا يندق بيه أحد؟ لذلك هذا الضعف بتطبيق القانون خلى هذول الأشخاص يتمادون ويسرقون أموال الدولة أو يتلاعبون فيها ويبددوها. إحنا دي نحكي على تقرير خرج من النزاهة بجزئية هي اقتصادية صح؟ انظر لي للملفات الأخرى، ليش هو الملف الزراعي بقى بيحض بخت؟ ليش هذا مو تفليش للدولة؟ الملف التجاري ظل بيحض بخت؟ ليش هذا مو تفليش لمقدرات الدولة وأموال الدولة؟ كل شيء في هذا الملف بعد 14 سنة أو 7 سنين، مو سنة 2014 تقريبا 7 سنين 8 سنين صح؟ ليش ما انكشف وقتها؟ ترى كثير من جهات الرقابية، أنا كنت في وقتها هذا المبادرة، أنا يعني كنت موجود عضو برلمان وكان كنا نسمع وكانت عندنا أوراق وأدلة وإثباتات أنه كانت هناك تبديد هذه الأموال وسرقتها من بعض المصارف وأكو تزوير بها وقدمت للجهات المعنية. ليش هسه انكشفت؟ تعرف ليش؟ ليش؟ ها لأن في وقتها العيون عليهم، اللي يمد إيده على هذا الملف تنقص إيده، أكو سلاح منفلت، أكو جهات حامية هذول اللي يسوون. لكن ورا 8 سنين عافوهم التهوا بغير موضوع، فهذول ظلوا وحدهم راحوا كشفوا الموضوع، وبالسنوات القادمه راح تنكشف ملفات اكبر. احسنت، ملفات اكبر لكن ما يقدر يكشفها هسه حاليا، لذا كشفها حاليا لا هو يبقى ولا عائلته تبقى ولا قرايبه يبقون ولا عشيرته تبقى، شيلوهم.